يومي 31 و31 من الشهر الجاري. تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر وليبيا وخلق ديناميكية اقتصادية بين البلدين في القطاعين العمومي والخاص هو ما دعا إليه المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي. أدعو من خلال هذا المنبر رجال أعمال القطاع الخاص الذي يساهم في معدلات النمو وقد يكون المحرك الأنسب لإرساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وليبيا. قطاع الطاقة، قطاع الصناعات الدوائية، قطاع الصناعات الغذائية وكذلك الخدمات، فهذه كلها قطاعات تهم المتعاملين الاقتصاديين. ستكون هناك لقاءات ثنائية بين المتعاملين، نأمل ونرجى أن تثمر بعقود شراكة. فتح المعبر الحدودي الدبداب غدامس قد يساهم بشكل كبير في رفع حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين مع دعم التعاون في مختلف القطاعات الحيوية بهدف الدفع بعجلة إعادة الإعمار في ليبيا، هي أهم محاور اللقاء. دونك يهمنا باش نصدروا المنتوج تاع الاسمنت، وهذه فرصه لاعانه اخواننا والاشقاء في ليبيا لبناء الهياكل تاعهم اللي تضرت اثر الحروب اللي فاتت هذه. دونك حنايا هذه فرصه لنا باش نعاونوهم ندعموهم ونديروا تبادلات ايضا تجاريه في مجال المواد البناء في الصفه العامه. فتح المعبر حيسهل زي ما حكيت لك سواء تبادل التجاره والمنتجات التجاريه والاقتصاديه وتبادل المصالح وتدفق المواطنين بشكل ايسر واسهل من مرورهم الى الشمال والرجوع الى الجنوب كذلك. المنتدى الذي يعرف مشاركة قرابة 500 متعامل اقتصادي من البلدين من شأنه تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار وإطلاق مشاريع وشراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة للبلدين الجارين.